كتعقد الجامعة الثانوية ديالها، وهو فرصة للقاء بالمنخرطين، تجديد التواصل معهم، والأهم من هالشيء هو الحديث عن المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية اللي كتدوز منها هذا القطاع هذا، لأن هذا القطاع كان من بين القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة ديال كورونا وما زال كيعاني، ولو أنه كتكون بعض الانفراجات اللي ما كتفوتش واحد شهرين ولا أقل، يعني 45 يوم، ولكن القطاع كيرجع ديما الواقع ديالو هو المعاناة والتداعيات ديال كورونا اللي مازال مستمرة. القطاع ديالنا حنا خصو يتأدابطا، وما عندو ما يدير، حنا دوك الارتفاع في الأثمنة اللي كاينين لا في السيارات لا مثلا في العجلات لا في التأمينات، هادشي كنكون مضطرين أنه كينعكس على الثمن ديال الكراء، إما بالنسبة للارتفاع ديال الأثمنة ديال المازوط ولا ديال الكاربيغون عامة، هو كنعانيو منه كمواطنين، ولكن بالنسبة لنا حنا في العمل ديالنا هو الكليون اللي غيحسو به، غيحسو بالفارق. حنا باقي كنعانيو من التداعيات ديال الأزمة، يعني الكراء راه ضعيف بزاف، يعني حنا كنتسناو غير الفترة ديال الصيف اللي ربما كيرتفع شوية الطلب، لأن هذا العام مع الارتفاع ديال الطلب اللي هو مرتقب كاين واحد انخفاض كبير في العرض، لأن يعني الناس باعوا السيارات بزاف مع كورونا، باش الناس وقعوا لهم مشاكل مع الشركات ديال التأمين واللي حجزوا لهم على السيارات، يعني غيكون العرض قليل مقارنة مع الطلب. الحمد لله اليوم عندنا جمع عام ديال الجمعية ديالنا اللي هي جمعية أوبالف ديال الأرباب مسيرين شركات كراء السيارات، فاللهم لك الحمد، ففضل الله سبحانه وتعالى قدرنا نتجمعوا اليوم من بعد واحد الوقت عصيب اللي دزنا به باش نجدوا العهد مع الجمعية ديالنا وباش نشوفوا كيفاش نسيروا المسار ديالنا المهني مستقبلا. بالنسبه للوقيته المشاكل اللي وقعوا لنا في كورونا كاين جوج ديال الانواع، كاين الناس اللي كانت كما كنقولوا كان شويه اللي كانوا عندهم يعني بانيين الشركات ديالهم شويه على واحد لو بوسوليد صحيح، فقدروا يصايروا هذاك المشكل ديال لابيديمي يعني وخرجوا بواحد مشقة النفس، ولكن الناس اللي ما كانوش مساكن يعني ما عندهم واحد ستابيليزاسيون فراه كان اشكال انهم ما قدروش يخرجوا من الازمه، وكاين ناس بزاف اللي شتت الشركه ديالها ودارت افلاس. نطلبوا الله سبحانه وتعالى يوفق كل واحد. شعور جميل، كاين بعض الاصدقاء اللي ما شفناهمش ثلاث سنين هذه وعامين هذه، يعني كاين واحد احنا يعني الحمد لله بغض النظر على الجمع العام او على كاع لي الور اللي معنا، فكاينه واحد العلاقه ديال الصداقه وديال الاخوه بين بزاف ديال الناس هنا، الا رديتوا البال كتلقاو الناس كيدخلوا وكيتسالموا، ما كاينش واحد اللي ما كيعرفش شي واحد، كلشي كيعرف كلشي الحمد لله، وكاينه واحد العلاقه طيبه بين الاخوان هنايا، يعني كنسادوا بعضياتنا ونطلبوا الله سبحانه وتعالى التوفيق. المهم شعور جديد جميل عجيب.